نعم الشيخ، هذا سائل أيضا في صفحة الشرق نيوز يسأل، يقول الإمام اللي في المسجد تاعنا يؤذن بعد ما يؤذن في شاشة التلفاز، وأنا دائما فطوري يكون على شاشة التلفاز، هل صيامي صحيح؟ إذا كان يسكن في العاصمة لا إشكال، لأن في العاصمة يعني التلفاز هو موافق لمواقيت إفطار العاصمة، فالإفطار في العاصمة يعني الأذان في التلفاز مضبوط وفق الرزنامة، رزنامة مواقف إفطار العاصمة، بالتالي إذا كان هو يتبع الأذان وهذا الشاب يسكن في العاصمة لا إشكال، لا إشكال. أما إذا كان ولاية أخرى فالولاية الأخرى مواقيت الإفطار فيها تختلف عن العاصمة، فلهذا يجب عليه أن يتبع أذان ولايته. ولايته نعم.